شوف أوعدك في هذا الفيديو إنه فعلياً عم بعطيك عصارة عملية لكيف وشو وواي وكل الأسئلة اللي ممكن تخطر في بالك عن موضوع نصائح وعبر للبحث عن عمل. عطوفتي جاسر مصطفى وخلينا نبلش. الفترة الماضية يمكن مدة شهرين يمكن ثلاث عم بكون actively looking for a job بشكل كثير عملي أو بشكل كثير مركز، عم بكون عم بدور على عمل وعم بقصد في عمل وظيفة. نعم وظيفة، لسبب أو لآخر أنا عم بترك الشركة اللي أنا موجود فيها وعم بدور على فرصة عمل ممكن تكون أفضل أو مناسبة للمهارات أو للcircumstances الموجودة عندي. وحبيت أحكي لك اليوم مجموعة من الملاحظات العملية الفعلية والمشاهدات اللي لاحظتها خلال فترة 3-4 شهور الماضية. وأنا عم بحكي عن اليوم هو شهر 6-2022، بما أني فكرت أني أنا أغير مكان عملي وألاقي شركة جديدة أشتغل فيها لسبب أو لآخر. فمن المتوقع أني أنا بأني عم بشتغل بفيل Professional Engineering Information Modeling، إدارة هندسية، إدارة مشاريع، هذا الفيلد تبعوني، أركيتكتشر، تصميم، إشراف، يعني هذا الفيلد تبعي. فمن المتوقع بشكل كثير مهم أني أنا أتوجه توجه قوي باتجاه اللينكدإن. واللينكدإن كثير ناس تحكي لك هو بس مكان معايدات وتهاني وتبريكات وستي وستك وتفرقوا الخلات. لا، موقع اللينكدإن موقع قوي جدا، حاول أنك أنت تتارجت هذا الموقع بشكل كثير مركز، لأنه موقع كثير مهم لتبادل الخبرات ولنشر المعرفة ولحتى الناس اللي من الفيل تبعك يعرفوه. والناس اللي في الشركات الكبرى، لاحظ عن إيش عم بحكي، الشركات الكبرى هي كثير مركزة على استخدام اللينكد إن. حاليا اللي لاحظته بآخر شهرين أنا كنت عم بدور بشكل كثير مكثف، إنه الشركات الكبرى في كثير منهم ما بحطوا إعلان الوظيفة على موقعهم أصلا. إذا بتدخل على الموقع بيقول لك apply through اللينكد إن، واللي بيحكي لك اللينكد ان مش مفيد انا بدور على الواسطه، فلا، اللينكد ان مفيد لانه انا شخصيا تحصلت يمكن على 3-4 مقابلات عمل خلال الشهرين الماضيين كانوا عن طريق اللينكد ان، بيورلي عن طريق اللينكد ان. وفي ناس انا اصلا ما بعرف مين هم توصلوا للبروفايل تبعي وتواصلوا معي بخصوص عمل. فركز كثير منيح مع موضوع اللينكد ان رجاء جدا. النقطة الثانية من المشاهدات اللي أنا شاهدتها في عملية البحث عن العمل، إنه literally أنت أول ما تتخذ قرار بأنك أنت بدك تبدأ عملية البحث عن عمل في مرحلة معينة من الأيام القادمة، اليوم خبر كل حدا حواليك إنه أنت تبحث عن فرصة عمل، لأنه أي حدا منهم راح يكون reference لإلك، يمكن في شركة معينة أو يحكي لحدا إنه يوفر لك مقابلة عمل، أو أنه يكون بيشتغل بشركة في عندها فرصة عمل تتناسب مع خبراتك. keep in mind أنه تخلي هذا الشخص فخور أنه يحكي أنه أنا بنصحكم أنكم تقابلوا جاسر مثلا، لأنه هو بالنسبة لأنه شايف أنه مثلا جاسر شخص فاهم منيح في مجاله، بيستطيع أنه يبيض وجهه إذا كان ريفيرل لإله أو يدل الشركة على مقابلته. فخبر الكل ولا تستحي من موضوع انك انت عم بتدور على فرصة عمل. وهذا فعليا بصراحة يمكن جاب لي 2 انترفيوز خلال الشهرين الماضيين. النقطة رقم 3، نقطة جدا مهمة بوقع فيها معظم الشباب بسبب الظروف على كلامهم، لا تقبل بأي شغل بس لأنك انت محتاج شغل. هذه نقطة جدا مهمة. نقطة 4 كثير ريليتد للنقطة اللي قبلها، لأني بعرف إنه في ناس كثير راح تحكي لي كيف تحكي هيك، في كثير ناس محتاجة مصدر دخل لتصرف على حالها وعلى أهلها وعلى أخوانها. بعرف أنا مرات كثير بكون متفائل، لكن بحكي لك إنه بهذا الصدد تأكد 100% إنه يكون في عندك أكثر من مصدر دخل، وأهم إشي إنه ما تكون هي الوظيفة هي مصدر الدخل الوحيد. ليش؟ عشان لما تقرر إنك بدك تترك أو بدك تدور على شغل تأخذ راحتك، وما تضطر إنك تاخذ اي شغل بيجي قدامك بس لانه ما عندك مصدر دخل يعيشك اللي تكون على الاقل 4-5 شهور. جاسر من وين نجيب مصاري تعيشني 4-5 شهور؟ صراحه دبر حالك هذا موضوع. بس تقدر تحضر فيديوهاتي الثانيه، ممكن يكون فيها شيء يدلك على شيء تعمله يخليك تجيب فلوس. النقطه رقم 5،
جدا مهمة بحكي لك يا رب انك تكون رجعت او انت اصلا بالفترات الماضية يعني من زمان حضرت فيديوهاتي الثانية كثير منيح وركزت فيها كثير منيح وساعدتك وخلتك تشتغل على حالك كثير منيح خلال الفترات الماضية لدرجة انك وصلت لمرحلة قادر تناقش فيها عروض العمل اللي عم تجيك بحرفية أقول لك إياها بين كوتيشن تتدلل مع أنه يحبش هذا المصطلح لكنك أنت تناقش وما تقبل بأي عرض عم بيجيك بس لأنه أجاك عرض عمل لا أنت عم تناقش محتوى العرض عم تناقش سكوب العمل اللي بدك تشتغل عليه عم بتناقش البدلات والراتب اللي موجود عندك وما إلى ذلك. رقم 6 ونقطة مهمة جدا لا تقبل بالعرض أول ما بعتوا لك إياه إلا إذا كان سفاح لا تقبل بالعرض أول ما يجيك من أول مرة بالعكس نيغوشييت قد ما تقدر وكل إشي لترالي كل إشي قابل للنقاش والنيغوشييشن في عروض العمل فأنت أطلب كل إشي بدك إياه شو مكان علشان تحصل على ما أمكن الحصول عليه مقابل عملك مع الشركة اللي أنت اخترتها يس أنت لازم تختار الشركة. نقطة رقم 7 في قاعدة كثير حلوة بس يا رب ما أنتهى fake it until you make it بس طبعا please ما تقدر لكن معناها على الأغلب ممكن يكون أنك أنت حاول أنك تظهر نفسك فيه أحسن مظهر في جميع المواقف والأوقات لحتى تكون مقنع بأكبر درجة ممكنة لحتى أنك أنت تحصل على الشيء اللي أنت عم تنوي أنك أنت تاخده وعم تطلع عليه. والنقطة رقم 8 خلي ثقتك في نفسك وفي علمك وفي مظهرك وفي خبرتك وفي قدراتك وفي تقنياتك عالي جدا عالي جدا يعني خلي ثقتك سقف السماء بداية من الإيميل اللي راح تبعته لتأكيد طلب التوظيف وانتقالا للإيميل اللي راح يرده عليك فيه إذا أنت خبراتك بتهمنا وبدنا نحكي معك وانتقالا للتلفون اللي راح يرنوه عليك لتحديد موعد مقابلة وانتقالا لموعد المقابلة نفسه ومناقشة موعد المقابلة ثم ذهابك للمقابلة أساسا وهندامك وطريقة نقاشك وخبرتك وقعدتك في المقابلة و طلباتك داخل المقابلة وأسئلتك وخروجك من المقابلة وحتى إيميلك اللي راح تبعته لشكرا عن المقابلة والفولو أب برضو والمتابعة بعد مقابلة العمل عشان تعرف أنه yes or no أو اختيارك أو عدم اختيارك. والنقطة رقم 9 صراحة هي من المفاصل المهمة في طريقك للحصول على شغل وهي وقت المقابلة نفسها لما أنت تروح وتدخل على المقابلة وتبلش النقاش والأسئلة والحوار والأخذ والعطاء كن واثق جدا في قدراتك وطريقتك بالنقاش خليها قوية وشخصيتك جدا قوية وجبار لحد ما تقنع وتكون مبهر بدون ما تكذب ولا تبهر والله اني شاعر ولا تتوتر وتحدث عن مهاراتك قدراتك خبراتك شو عملت في حياتك شو بتحب تعمل كيف بتحب تشتغل كيف بدك تساهم معهم كيف هم لازم يساهموا معك خلي الحوار fruitful as much as possible الانجليزي ده يا مرسي انجليزي يعني خليه مفيد قد ما تقدر. رقم 10 اذا طول الموضوع لا تيأس وبرضو لا تقبل باي عمل لانه طول الموضوع وحاول انك انت تتارجت انك انت تحصل الوظيفة اللي بدك اياها والراتب اللي بدك اياها والبدلات اللي بدك اياها ومرة ثانية تأكد يكون في عندك مصدر دخل to run your expenses ويصرف عليك وتقدر تمشي في حياتك حتى لو هذه الوظيفة توقفت لمدة قد ما طالت هذه المدة تقدر تظل لك under control قد ما تقدر عشان ما تنجبر تقبل بوظيفة راح تلتزم فيها مدة معينة من حياتك يمكن مش هي الشغل اللي بدك اياه يمكن مش الفيلد اللي بدك اياه يمكن مش الراتب اللي بدك اياه مش مناسب لطموحك وهذا عن جد حكي عملي فحاول قد ما تقدر انك انت تكون بهذه الزون اللي انت تختار وما تنجبر تختصر الوقت وتقبل باي وظيفة. لهون بقدر احكي لك صراحة عن عصارة يمكن شهرين لثلاث اشهر بعد كل فيديوهات اللي حكيناها قبل عن الانترفيوز وكيف تعمل انترفيوز وكيف تطور من حالك كيف تشتغل على حالك انتقالا عن جد لهلأ تجربة عملية عم تحكي لك شو اللي راح يصير معك وكيف تأفويد أو تحاول انك انت تجنب حالك مخاطر هذه العملية اللي عن جد فعليا مقلقة يعني هي جد مقلقة لدرجة انك انت ممكن تتخذ قرارات انت ما بدك تتخذها اساسا او ما بتناسبك اساسا او ما بتناسب حالتك مثلا اجتماعية خلينا نحكي ما بتناسب حالتك المادية او خبراتك العملية ففعليا حاول قدر الامكان انك انت تسيطر على الموقف مش الموقف هو اللي يسيطر عليك. ولهون بقدر احكي لك جد لك وبالتوفيق ونصيحة اخوية احضر كل فيديوهات اللي قبل. سلام.